الأوقات يعني إلا في عز الزرع ولاقيكي مبتسمة ومرحبة جدا وجنرس. كده تمام يا ياسمين، انا قلت لك الشير يا ياسمين الهوست كده تمام. أوكي تمام. تمام كده بروفيسور ياسمين طيب. هتكلمنا على نيوتريشن ان اي دي اتش دي كيسز عشان يبقى استكمال للمحاضرات اللي اتقالت قبل كده، هنعرف ايه النيوتريشن شكرا بتاعتها. منى، شكرا على هذه التقدمه الحقيقه التي لا استحقها. بالعكس يعني ازاي؟ بالعكس يا دكتورة ياسمين، ازاي ده؟ انا ما شكرا تقوليش كده. استاذتي دكتوره ايمان على يعني دايما الابداع كده والكريم الحقيقه، وانضمامي لهذه الاحتفاليه، انا مسميها احتفاليه الحقيقه رائعه، وانا شايفه ان الاحتفاليه دي احنا نبقى طماعين لو احنا قفلناها على نفسنا. الحاجات دي لازم تبقى الحقيقه بروباجيتد على لارجر سكيل، اويرنس جميل، كلام جميل، الناس كلها لازم تعرفه، بيغير نظرتنا للامور. محاضره حضرتك غيرت اساسا نظرتي النهارده للحياه، حتى لو انا حاسه شويه بشويه فتيج او تعب. لا يعني بتدينا حتى قدوه بالنسبه لكل الناس في الليدرشيب، وازاي يعني رؤيه حضرتك فيجنري الحقيقه. شكرا على يعني هذه الدعوه الكريمه، انا في منتهى السعاده النهارده وان انا اكون وسط اساتذتي وزملائي، وان تسبقني الحقيقه استاذتي واختي الكبيره دكتوره ريهام الحسيني علشان تتكلم على الاي دي اتش دي، فهي طبعا غطت كل حاجه، بس هي دكتوره ريهام عملت حاجه حلوه جدا، راحت قالت اخر كلمه في المحاضره بتاعتها نيوتريشن انترفنشن هاف ا رول. يا فانا فندم. اي ويل انا اي ويل elaborate اون ذس، وهتكلم على الحقيقه انا دايما بحب اتكلم على نيوتريشنال سبورت في نيورو ديسابلد، لان they benefit from nutritional support، سواء هم سيريبرال بالسي، سواء اوتيزم، سواء اي دي اتش دي، just supporting them with the right nutrition without restrictions or eliminations. وهنتكلم دلوقتي على الثيوريز وقد ايه هي beneficial في العينين دول، just their support changed their quality of life. فالنيوتريشن الحقيقه is an integral part لا يجب ان نغفله. احنا we are at the end of the day، احنا كلنا بنعالج chronic disease، at the end of the day we are pediatricians، pediatricians are measuring doctors، هدفهم في الاخر growth يبقى كويس، مع طبعا المانجمنت بتاع اي disease on the side. Is ADHD a disability؟ ليه؟ لان انا الحقيقه في السوسايتي ناس حواليا ADHD، في professors في الجامعه I can perceive as ADHD، بس under both the American Disability Association و laws of disability في اليو اس it is considered a disability with strict stipulations. For instance ADHD is considered a protected disability if it's severe and interferes with the person's ability to work or participate in the public sector. يعني so long هو قادر يتعايش مع المجتمع it's not a disability، otherwise إن هو مش قادر يتعايش it is a disability. لما جيت شفت مين الناس the famous people who have ADHD، احنا عندنا أينشتاين، عندنا كينيدي، عندنا مادونا، عندنا مايكل فيلبس اللي هو اولمبيك سويمر، عندنا ناس كتير قوي، ناس ما يعتبروش ديسابيليتي بالنسبه لنا، دول ناس احنا وي لونج فور ذير ابيليتيز. فالفيسز اوف اي دي اتش دي على قد ما هي ممكن تبقى بيرسيفد ديسابيليتي، بس ات هاز ا لونج هاز ا فيري برود سبيكتروم، اتس نوت ا ديسابيليتي، ات از ا ديفرنت ابيليتي. انا اي بيليف هي بتبقى ديسابيليتي امتى؟ لما الطفل يتحط في سوسايتي او في سيتويشن او في انفايرمنت ما يفهمش الدايجنوزس بتاعه، ما يفهمش هاو تو سبورت العيان، هاو تو مانج، وساعتها بيبقى الطفل ده ستيجماتايزد ان ماني وايز بيسايد هيز اوريجينال ديزيز. Attention deficit hyperactivity disorder is a mental disorder with worldwide prevalence 5 to 7%. Inattention and well impulsive behavior hyperactive or ممكن يكون mixed. It's a complex with both genetic and environmental factor. Precise cause is unknown. السؤال اللي انا سالته بس الحقيقه دكتوره ريهام ردت عليه هو are medications the only current treatment options for children with ADHD؟ لان medications they play an important role yet the nutrition support has برضو integral part in the management of these patients. الثيوريز اللي accepted هي genetic او altered neurotransmitter activity زي ما دكتوره ايمان تفضلت وقالت لنا not enough dopamine and serotonin او environmental agents او dietary allergies او common food additives كلها speculated theories على cause of the ADHD. بس ال causes دي بتدينا ممكن possible interventions احنا نعملها عن طريق ال GIT، عن طريق ال gut brain axis. Three ways gut microbes are communicating with the brain. لو انا عندي optimum GIT، optimum microbiota، انا ممكن اكوميونيكيت مع البرين واحسن. حاجات ابحاث كتير قوي دلوقتي are emerging على the role of the gut-brain axis directly through the vagal nerve or circulating immune cells primed were educated في الgut to travel to the brain ومتابولايتس by microbes اللي هم short-chain fatty acids اللي they have a favorable effect على البرين.
ADHD وليكي جت a lot of studies has shown that the integrity of the intestinal lining compromised في ADHD and the autism. إيه اللي بيحصل؟ bacterial microflora مش كويسة, gut permeability بتزيد, inflammation بيزيد, antigens بتعدي في circulation, يتطلع لي autoimmunity, inflammatory mediators, excess inflammation, ونقعد نلف في هذه الدائرة المفرغة من manifestations of a leaky gut. The nutritional interventions that we can do للعيانين دول correct and clean diets. وده مهم الحقيقة لأن مش العيانين بس, يعني احنا هنشوف principles بتاعتها دلوقتي, كل أطفالنا حياتهم هتفرق جدا if we clean their diet. Reducing the sugars, we refine the carbs, increasing the quality of the protein, eliminating the allergens, لو في allergens, and restoring the microbiota, treating the deficiencies and supplementation. Rule number one is the rule that applies to all children. Focus on a well-balanced diet. وال-well-balanced diet ده احنا بنتكلم على طبق نصه فاكهة وخضار, ربع كاربس, احنا بنتكلم على كومبلكس كاربوهيدراتس, حاجات with low glycemic index, حاجات تعملي stabilization للblood sugar, proteins, انا I'm focusing على high biological value proteins, الحاجات of animal origin, وما انساش dairy products and the water intake. يبقى انا I need foods that are high in protein, in essential amino acids, علشان حتى تساعدني في عمل neurotransmitters that are deficient in these children, ودايما focus على low glycemic index foods with complex carbohydrates. ليه؟ العيانين دول they suffer من fluctuations of the blood sugar. فلو أنا اديت حاجات complex, حاجات بتعمل steadying للblood sugar, الحقيقة outcome بيبقى أحسن كتير. And focus on good fats. الالسيبوفز أو الأوميجاز, a lot of studies have shown إن هما لهم benefit في العيانين دول, مع إن الستوديز مختلفة regarding the dose والduration وأدي قد إيه, بس the end result is they benefit from supplementation of omega-3. أخد بالي برضو في الدايت بتاعي إن acids في الأورنج والgrape fruits والtomato juice, الحاجات دي بتinterrupt the absorption of short-acting stimulant ADHD medication, فif I'm giving a medication, please take care of drug-nutrient interaction. What I want in this patient is organic foods. قد ما أقدر. زي ما بقول للعينين أنا مش عايزة حاجات فيها مواد محفوظة. مش عايزة حاجات تتفتح من كيس أو من قلب. حاجات that are nutrient dense, fortified with probiotics. Grass-fed meat and eggs. السؤال الشهير أديله بلدي ولا أديله فراخ بلدي ولا بيضة. أديله بيض بلدي ولا أبيض. كل ما احنا بنرجع لنيتشر كل ما بيبقى better results, better nutrient quality. Rule number two, stabilize the blood sugar. أنا مش عايزة fluctuation, فأنا I don't need simple sugar. مش عايزة حاجات تعملي massive dopamine release in the brain. فبالعكس الأطفال بتدمن على هذا الشوجر intake العالي, بيبقى عندهم حاجة اسمها sugar highs. وبتبقى الأطفال more sensitive than adults. والsugar response الحقيقة in children more pronounced, بتطلع adrenaline levels في الأطفال 10 times higher than the normal for up to 5 hours of over after a test dose of sugar. Okay? Studies have also shown in ADHD react to glucose tolerance test with low blood sugar levels. Glycemic index and behavior. This study اتعملت على أطفال دوم low glycemic index breakfast, يعني complex carbohydrates, يعني شوفان, يعني بعيش بلدي, يعني حاجات اللي فيها ال whole grain على قد ما نقدر. And they performed better على test of memory and the ability to sustain attention were better in comparison to control. طب خلينا نتكلم في النورمال, هو WHO 2017 sugar guidelines بتقول لنا الـ both adults and children أنا ما الـ free sugars does not exceed 10% of the total energy. Furthermore, بالذات you can reduce it to 5%. American Heart Association راحت مشاركانا قالت kids 2 to 18 have less than 25 أخرهم 25 جرام sugar per day. 2 يعني less than 2 مش مسموح أساسا free sugar. More than 2 هو مسموح له up to 6 teaspoons per day, وده الماكسيمم of added sugar. Added sugar ده يا جماعة محسوب فيه الشجر اللي موجود في الكورن فليكس وهم بيأكلوه, اللي موجود في الزبادي بالفاكهة. حضراتكم عارفين الزبادي بالفاكهة ده يوازي 30 جرام سكر, يعني 7 معالق سكر, ده يعتبر free sugar. البيبسي بيعتبر من 8 ل 9 معالق سكر. ناخد بالنا ان الحاجات اللي احنا بنقول والله مش هتفرق, لا, it makes a huge difference. Beware of allergies and sensitivities. There can another study, the effect of restricted elimination on behavior of children. Restricted اللي بنسميه عندوش فات كتير, لكن لو ولاد فاتي قوي لا برضه خاف من الايه من ال restricted diet اللي هو oligoantigenic diet اللي كان مكون من rice و meat و vegetable و pears و water as a basic diet. After 5 weeks 78% of children had 40% improvement on the rating scales of ADHD. ال food sensitivity الحقيقة عملوا study طلعوا 48 foods were incriminated, بس من الفودز الانكريمينيتد دي ما كانش أكل قد ما كان هو artificial colors, preservatives were the commonest provoking substances
الحقيقه في اطفال الاي دي اتش دي. فينجولد ده عالم سنه 73 ادى الاوليجو انتيجينيك دايت، ادى الاربع خمس اصناف من الاكل، مع ان احنا وي ار سو كوشس مع ريستريكتيف دايتس لانها بتاثر على جروث اوف ذا تشيلدرن، بس هو لاحظ امبروفمنت اب تو 58-60% في البيهيفير الاوتبرست اللي بتحصل في الاي دي اتش دي. طبعا خلينا نقول ان فينجولد دايت could not reproduced again، يعني النتائج اللي هو عملها ده مع الاوليجو انتيجينيك دايت لم تقرر الى الان. بس خلينا نقول ان البرنسبلز الحقيقه ار لوجيك ولازم تطبق. ان هو عمل ايه؟ هو شال كل الاديتيفز، سينثيتك كولورنجز الالوان الصناعيه، سينثيتك فليفرنج اللي هي مكسبات الطعم والرائحه، اسبارتام وارتفيشال سويتنرز، ارتفيشال بريزرفاتيفز، كل الحاجات السينثيتك شالها وريفايند، ولقى هذا الامبروفمنت الرهيب في عيانين الاي دي اتش دي. ناخد بالنا من نايتريتس في اللانشون ومشتقاته، هاي فركتوز كورن سيرب، كالسيوم بروبونيت، عارفين ده موجود فين؟ ده موجود في العيش اللي بيقعد 10 ايام واسبوعين. مش عايز اقول الاسامي، بس الحاجات اللي بتبقى جاهزه للساندوتشات للاطفال دي كلها كالسيوم بروبونيت. الساليسيليت، الام اس جي مصيبه لانه موجود في النودلز، والنودلز من الحاجات دلوقتي اللي الولاد بتستيك تو ات وذر ذي ار اي دي اتش دي او اوتيزم حتى، لانها بيبقى لونها وايت وساعات التيست بتاعها بيغري الاطفال اللي عندهم سنسوري فود افيرجنز. Problems and controversies in the changes D came at a high price of very strict and labor-intensive diet. أنا بمنع لن أقدر أمنعه. And I cannot الحقيقة restrict whole food groups. Locating, preparing, affording the foods free of coloring, flavoring, preservative presented parents with quite a hard task. لازم ألاقيلهم بدايل. Many common foods were eliminated, making the diet very hard. When numerous studies were never able to replicate Fingold's results. Rule number four, no artificial food colorings and food preservatives. ودي حاجة من الحقيقة من الحاجات اللي بتضايقني جدا. ليه؟ يعني مثلا ده the same company Kellogg's عاملة نفس البار في أمريكا وإنجلترا، بس بناء على قوانين البلد في إنجلترا هو مش مسموح له إن هو يقاد الريد 40 واليالو 6 والبلو 1. دي حاجات مأساوية في الفود كولرينج بتأثر على الـ children عموما، مش ببالنا بالـ ADHD. في حيث إن الـ UK عندها very strict rules، فهو مستخدم colors بس مستخدم natural colors، مستخدم beetroot red ومستخدم paprika ومستخدم curcumin، بيستخدم الحاجات الطبيعية. فا if we can do this، احنا طبعا يعني I don't believe ان احنا عندنا هذه الرقابة، والسوق بتاعنا مفتوح لكل الالوان الصناعية والحاجات المعمولة حتى تحت بير السلم. احنا مش عارفين هم what are they adding، غالبا without numbers او without تحديد. يعني artificial colors و flavors و preservatives الحقيقة من الحاجات اللي studies دول طبقت على 273 child given a diet free of food coloring and preservative، وبعدين ادوهم a daily drink with colorings and sodium benzoate، اشهر حاجه موجود زي بيبسي مثلا، يعني كانوا شرب بيبسي كل يوم. significant increase in hyperactivity with getting the active mixtures اللي فيه sodium benzoate. we have to remove the artificial colors flavor and preservatives. بكل الابحاث العيانين بيتحسنوا جدا and they respond marvelously لما بشيل الحاجات دي from their diet. Eliminate, begin by removing the artificial ingredients. دي مش حاجة صعبة. It's not elimination. It is what should be done for every child. على فكرة لو احنا خايفين على brain growth بتاعه وعلى immunity بتاعته. MSG وaspartame والhigh fructose. Pesticides, trans fat, nitrates, اللانشونات, yeast extracts for flavor food والartificial coloring. طبعا in Europe, diet foods get warning label مكتوب عليها. May have adverse effects on activity and attention in children. يا رب ده يكون موجود عشان الاهالي تفهم الامباكت بتاع اللي هم بيجيبوه كل يوم من السوبر ماركت لاولادهم. في نفس الوقت بره عندي alternatives، لازم يكون عندنا في مصر هذا، يعني ان شاء الله نحاول نعمل alternatives. اللي نفسه ياكل شيبسي هياكله، احنا بنقول بيتي على قد ما نقدر، بس هم هناك they have alternatives that are free of preservatives and artificial colors. rule number 5 get your omega. الاستاد عندنا في مصر على فكره بتقول ان بالذات القاهريين children are defective في الاوميجا، واحنا عملنا study وعملنا study حتى في الانفنتس. الأمهات كانوا defective والولاد كانوا defective. And these have الحقيقة يعني disastrous effects على كان البيبي سكيل بتاعهم وعلى البرين development. ADHD patients are reported to have omega-3 excess and deficiency. APA regulates serotonin, the derivative, eicosapoxanoic acid. The DHA regulates serotonin receptor function. Supplementation shows good results, بس في دايما conflicting results على different dosages وcontent at the EPA in relation لل DHA. وطبعا هو it is much lower than the medication, بس combined بالعكس ممكن يقلل لي الدوز of medication. كل reviews بتقول لي omega-3 supplementation is beneficial in patients with ADHD and autism. High AA to APA ratio, low omega-3 status, be elevated immune inflammatory signaling activity, اللي بيعمل لي symptoms of ADHD or autism, as far as we know.
omega 3 particularly high dose of APA were mostly effective in the treatment of ADHD, about 40% as effective as the stimulus. هل ممكن اعمل ده وذات السبلمنتيشن يعني؟ والله فكرت ان انا بس يعني عشان العيال تجري وشايماء وراهم لا ما هيفضلوا كده وبلاقي نازلين هم بيعملوا 2 to 3 fish servings per week. ناخد على الأقل مرتين سمك في الأسبوع. نعمل ده يا إما we have to supplement. Supplementation الـ RDA بتاعنا 150 ل 200 في الأطفال. Supplementation في الـ ADHD ممكن يوصل لجرام و2 جرام في الـ bigger children اللي أعلى من 30 كيلو. يبقى عندنا الأسئلة إيه هي الـ ideal ratio؟ البراندز الكويسة ما فيهاش سكر كتير. How do we get them to take this؟ لأن دايما بيبقى طعمها مش حلو. دي حاجات to be studied وto be custom الحقيقة according لل experience. يبقى free fatty acid supplementation و restricted food coloring are baseline في العيانين ال ADHD. Supplementation. هل في supplements تساعد عيانين ال ADHD؟ خلينا نقول ال studies قالت deficiency of zinc, vitamin B6, magnesium and iron الحقيقة were the major supplements implicated في ال ADHD patient وبناء عليه ال supplementation are beneficial. ليه؟ كل واحد فيهم الحقيقة involved in the pathway of rather الأستالكولين, الجابا, الميلاتونين, الأدرينالين, الدوبامين كلهم involved في pathways دي. deficiency هندفع ثمنها أكيد ب deficiency of neurotransmitters. iron deficiency حتى لو ما عنديش anemia عندي just iron deficiency can exacerbate symptoms. treatment with iron حقيقة حسن عيانين ال ADHD in this study والeffect of iron supplementation هم the significant degree decrease in the ADHD rating scale after 12 weeks on iron therapy. Zinc, this study, they supplemented with 30 milligrams zinc. الحقيقة 37% reduction في الoptimal amphetamine dose اللي كانت بتتاخد. Zinc is an important nutritional factor in ADHD, worth checking and treating in those who are deficient. يعني بالsuspicious كده الطفل اللي عنده شوية alopecia شعره مش حلو, طوله مش حلو, الgrowth بتاعه مش ظريف, بيجيله diarrhea كتير, كل الأطفال دول they are deficient, حتى لو subclinical zinc deficiency they should be supplemented. Magnesium الحقيقة inadequate magnesium intake is widely prevalent. One Canadian study found 30% children عندهم inadequate magnesium intake وبناء عليه supplementation could be helpful. فيتامين دي طبعا حدث ولا حرج دكتورة منى قالت يعني كلام ضرر الحقيقة في فيتامين دي بس deficiency is common. supplementation has shown to improve attention يعني كل disease فيتامين دي supplementation improves the disease. supplementation اللي هو therapeutic doses وناخد ال food sources وطبعا the sun is the richest source. probiotic intervention and ADHD outcome احنا قلنا القصة كلها gut brain access. improve light microbiota, give probiotic, give food that is rich in prebiotic اللي هو أكل البروبيوتيك يعمل لي حاجة اسمها symbiosis و release of short chain fatty acids اللي هيعمل لي affection للبرين بتاعي هيهدي لي البرين بتاعي هيحسن لي behavior in these patients و a lot of studies regarding autism or ADHD على probiotic supplementation and how they improve the symptomatology yet كمان they reduce the risk of development of neurodevelopmental issues later in childhood. دول البروبيوتيكس والprebiotics الحقيقة زي ما احنا بنقول it's the prebiotics are the lunchbox of the probiotics عشان اعمل في الاخر هارموني من ال beneficial bacteria of bifido and lacto في ال GIT with optimum brain functions later on. To cut it short, diet and ADHD, reviewing the evidence, a lot of clinical trials, a lot الحقيقة of trials that are worth in العينين بتوعنا to try لان الحاجات البيزك كلها مش هتبنفت بس عيان ال ADHD هتبنفت every child. هتقلل الهايبر اكتيفيتي هتحسن الفوكس في الولاد احنا بنسمع هذه الشكاوي كتير قوي هذه الايام. NICE guidelines do not currently recommend the use of dietary intervention. Meta analyses have showed that restricted food coloring diets, omega 3 supplementation هم اكتر حاجات effective in reducing ال ADHD symptoms. Height ناخد بالنا الميديكيشن ممكن ياثر على الجروث 1 سنتيمتر per year for the first 3 years of use. Rebound growth may be possible لو medication stopped. Weight, أطفال الـ ADHD ما عندهمش control فهم ما عندهمش control على الفود برضو فهم they tend إن هم يبقوا obese أكتر okay impulsive eating و underweight after starting the medication stimulate medication but reduce the appetite لازم الطفل وأنا بعمل له support أبقى عارفة هو في any stage هو في impulsivity or the أكتر الـ obesity ولا هو دلوقتي محتاج مني support لأن الـ medication interfered with his appetite. الـ eating behaviors they skip meals بس they eat a lot drink more sugar, fewer fruits or vegetables, more screen time, less organized sports time, less lower self-control, or poor meal planning. Exercise, زي ما دكتورة ريهام قالت, it is mandatory, it enhances the cognitive performance and brain function. لازم يبقى part من حياة أولادنا, حياة الـ ADHD and autism parents. Integrative approach للـ ADHD 7-step,
nutrition basics أكله الصح well balanced diet stabilization of the blood sugar restriction للcolorings والpreservatives ودي حاجات أنا مش شايفها صعبة supplement them with omega أو needed supplementations زي الزنك والآيرون والمغنيسيوم والفيتامين دي لو هو عنده allergies أو sensitivity eliminate do the test eliminate them أو لو هو عنده clinical reactivity من antigen بياخده بيعمله حساسية we can eliminate this optimize the GIT gut microbiota عشان to treat dysbiosis real world recommendation individualized كل طفل مختلف عن غيره parents may be desperate open to more extreme diet put them back in track on track encourage healthy eating through life cycle rule out allergy or sensitivity لو بالhistory suggestive artificial food dyes لازم تتشال من حياتنا ومن حياة أطفالنا tons of exercise شكرا لحضراتكم يا رب ما كنتش طولت على حضراتكم شكرا دكتورة إيمان على الدعوة الكريمة بالعكس يا دكتورة ياسمين ما قل ودل وأمتعتينا وأنا سعيدة بوجودك جدا جدا ما تصوريش ألف الحمد لله على السلامة ومنورة كل الأماكن اللي تكوني موجودة فيها بإذن الله ربنا يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله ويقدرك على المجهود الكبير اللي بتعمليه ده حاجة تقدر جدا ربنا معاك شكرا يا فندم تفضلي دكتوره منى كملي بقى في التقديم جريت سبيتش از يوجوال فروم بروفيسور ياسمين جمال دايما بنتعلم منها والبوينتس بتاعتها كلها بتبقى براكتيكال وسهل ان الواحد يطبقها ورسائل مهمه جدا للفيزيشنز وللفاميليز بعد كده وي موف اون تو ذا نيكست سبيكر بروفيسور شيماء احمد ماهر ديف الله Professor Shaima is assistant professor of neurology, pediatric neurology in pediatric department in Shams University. هتكلمنا النهاردة على neurodevelopmental outcome of preterm and full term in neonatal ICU graduate infants. Professor Shaima, اتفضلي يا ريت Professor Yasmin تكون اديت لك السلايد شير. شكرا يا دكتورة منى. شكرا دكتورة إيمان على اليوم الجميل ده. المحاضرات كلها جميلة جداً وإلستريتيف وكل يعني استفدنا كتير جداً منها أنا هبدأ دلوقتي إن شاء الله حلوة بس أنا مش عارفة يا دكتورة ما أنا أعمل سكرين شير graduate infants عجبتنا أو يعني متقاش you graduate infants خدتي الشير الهوست آه أيوة you have برضو 20 minutes دكتورة شير تفضل تمام ان شاء الله شكرا هي كده الشاشه واضحه واضحه دكتوره منى هتعمليها فول سكرين تمام سلايد شير فول سكرين ايوه تمام كده باينه بالنسبه لي شايفاها واضحه قوي تمام النهارده هنتكلم على نيورو ديفلوبمنتال اوتكم اوف بري تيرم انفانتس دي بقى مهم علشان اكوردنج للـ WHO 2018 declared that approximately 15 million babies are born preterm each year والعدد بيزيد ومع decreased mortality فإحنا هنلاقي كتير قوي أطفال preterm بنشوفهم بعد كده فدي أهمية الموضوع دايماً كمان الفولو-up check-ups بتبقى مركزة بس على الفيزيكال milestones ومش بيركزوا على psychological والbehavioral development تبقى دايماً overlooked فعلشان كده الموضوع مهم في study اتعملت في 2014 بينت ذات 25% of infants born between the ages of 28 and 32 weeks gestation عندهم neurodevelopmental disabilities at the age of 2 years وبتزيد من 25% ل 40% at the age of 10 years ودايما أو أغلبية الأحيان بتبقى below 2 years بتبقى speech problems وبعد كده بتبقى attention cognitive problems إيه neurodevelopmental risks اللي بتقابل الـ preterm infants؟ ممكن يجي لهم حاجات كتيرة من ضمنها according to the NICE guidelines according to the NICE statement ممكن cerebral palsy speech delay cognitive delay autism attention deficit hyperactivity وبرضو لما يبقى في other contributing factors زي resuscitation below 1 minute Apgar score والantibiotics during hospitalization كل الحاجات دي بتcontribute to development of cerebral palsy في preterm infants طيب ليه الفتره دي مهمه يعني ليه احنا مهتمين قوي بالبريتيرم وعاملين نقول البريتيرم liable for neurodevelopmental compromise علشان البيريود between the 24 weeks to 40 weeks gestation بيحصل neuronal proliferation وsynaptic proliferation في البرين as well as proliferation of significant structures like the thalamus والcortex والcerebellum كل الحاجات دي بتبقى vulnerable لاي exogenous او endogenous experience hazardous على immunity فعشان كده الفتره دي
هازاردس جدا لو في اي مشاكل على البرين ديفلوبمنت ونيورو ديفلوبمنتال اوتكم ليتر اون. مش بس يكون الطفل اتولد بري تيرم ده ريسك فاكتور، لا كمان البري تيرم بيتعرضوا لمشاكل تانية كتير، كل ده بيكاونتر اكت وبيزود النيورو ديفلوبمنتال كومبرومايز اللي عنده زي الجروث ستاتس والماتيرنال ميديكيشنز والنيد اند ديوريشن اوف ادمشن ان ذا نيكيو وتوين بريجننسيز والاي في اف. لقوا كمان ان الاي في اف عندهم نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردرز اكتر من النورمالي كونسيفد تشيلدرن. في بيبر اتعملت في 2020 بينت ان الاطفال اللي اتولدوا بالاسيستد ريبرودكتيف تكنيكس عندهم هاير نيورو ديفلوبمنتال بروبلمز than normal children زي السيريبرال بولسي والاوتيزم والاي دي اتش دي. طيب هل البري تيرم انفنتس بيديفلوب كاتش اب؟ لو ان في بري تيرمز بيمشوا عادي جدا سموث زيهم زي النورمال تيرم انفنتس، في ناس بتديفلوب كاتش اب وفي ناس مش بتديفلوب كاتش اب خالص، وده طبعا بيعتمد على الريسك فاكتورز اللي بتقابلهم اثناء البري تيرم اثناء النيونيتال بيريد. ليه احنا دايما عندنا مشكله في البري تيرمز او الفول اب بتاعهم بعد كده؟ علشان في ناس كتيره بتادوبت ان ابروتش اسمه ويت اند سي، يعني في ناس بتقول لا انا مش هفول اب الاطفال دول او هستنى لو في اي كومبرومايز او لو في اي حاجه ظهرت هبدا اعمل انترفنشن، ودايما بيقولوا ان الانترفنشن دايما بيبقى حاجات بسيطه، لكن هم لقوا لا ان انا لازم اعمل ايرلي ديتكشن، وبعد لما اعمل ايرلي ديتكشن اعمل انتنس انترفنشن از مور افكتيف ذان اللونج تيرم لو انتنسيتي ابروتش promoting neural recovery. برضو في حاجة تانية مهمة، ان انا مش هينفع افصل ما بين واحد delayed motor وواحد delayed cognitive، الاثنين ماشيين hand in hand. يعني فلنفرض مثلا في developmental milestone اللي هي reach for the object، البيبي usually reaches for the object by the age of 4 months. هل هو لو هو مش شايف كويس هيقدر to reach for the object؟ هل هو لو هو عنده weakness هيقدر to reach for the object؟ فبالتالي الحاجتين مع بعض لازم يبقى incorporated مع بعض. انا مش مثلا هقول هعمل فيزيوثيرابي بس للعيان وهسيب مثلا الكوجنيتيف ريهابيتيشن، هعمل له مثلا سبيتش ثيرابي ومش هعمل له فيزيوثيرابي، فلازم الاثنين يمشوا هاند ان هاند. موتور اند كوجنيتيف انترفنشن شود جو توجذر ان اوردر تو اتين ذا ماكسيمم ديفلوبمنت. حتى كمان نيورو ديفلوبمنتال اوجمنتيشن كود ستارت ايفن ديورينج نيكيو ادمشن ان ذا فورم اوف سنسوري ستيميوليشن parental involvement and environmental control. Take home messages: ان احنا لازم نعمل developmental surveillance at regular follow-ups in the first year of life. يستحسن نعمل at least 2 clinic visits for the preterm infants, واحدة at the age of 3 to 5 months, واحدة at the age of 12 months, بعد كده at the age of 2 years, وبعد كده بتبقى tailored according to the patient needs later on. مهم جدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نقلل البري تيرم ليبر، ولو حصل ان حصل بري تيرم ليبر نحاول نعمل زي ما اتفقنا ايرلي ايدنتيفيكيشن و ايرلي انترفنشن بسرعه. شكرا. شكرا بروفيسور شيماء على ال very very nice and important topic that you covered tonight. If you have any questions, you can keep them to the end of the session to ask Professor Shaima. Now we move on directly to the next speaker, Dr. Ghada Shusha, lecturer of pediatric and consultant of pediatric immunology in Ain Shams University Faculty of Medicine. Dr. Ghada will talk to us about psychological and emotional challenges in juvenile scleroderma. دكتور غادة. دكتور منى ازاي حضرتك؟ ميرسي جدا 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 على المؤتمر الرائع ده والمتميز، ميرسي جدا على اتاحه الفرصه لينا ان احنا نشارك فيه ونبص للعيانين بتوع الروماتولوجيكال ديزيزز او الكرونيك ديزيزز بنظره مختلفه. استاذن بس حضرتك ابقى هوست تو شير ماي سكرين. بروفيسور شيماء حضرتك ممكن تعملي شير الهوست لدكتور غادة؟ ولا هي خلتني انا هوست تاني اشوف كده؟ لا هي لسه انا خلاص ثانيه بقى كده عشان اعمل لك جميلة. انا مش عارفه ليه لا ما عملتنيش. دكتوره شيماء are you here؟ ايه دكتوره منى
من فضلك حبيبتي تخلي تغيري الهوست، خلي دكتور غادة شوشة تبقى الهوست. أعمله إزاي دكتورة منى؟ تيجي على صورة غادة، أيوة، وأعملي كليك عليها وأعملي تشينج هوست. أوكي، أكتب أختار أسك تو ستارت فيديو. اه ميك هوست. اوكي تمام 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 يا دكتوره منى، تمام عملتها هوست. تمام مفيش غيري انا اوجهك يا شيماء، والله صعبتي عليا. معلش يا دكتوره منى، شكرا لحضرتك. اتفضلي يا غدا. اسمحوا لي اشكر حضراتكم على المؤتمر الرائع وعلى اتاحه الفرصه ان احنا نشوف عيانين الروماتولوجيكال ديزيزز بنظره